بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أبنائي ومتابعي الأفاضل في قناتكم قناة التميز في العلوم الطبيعية للطور المتوسط. ألتقي بكم اليوم بإذن الله تعالى في هذا الفيديو حتى أقدم لكم الاختبار الثالث في مادة علوم الطبيعة والحياة. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة، الإعجاب بالفيديو، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن دون إطالة نمر بسم الله وعلى بركة الله تعالى إلى التمرين الأول. إن العالم يزخر بأنواع كثيرة من الكائنات الحية، لدرجة أن التعرف على جميع الحيوانات والنباتات الموجودة على سطح الأرض غير ممكن، لذا يتطلب إدراجها في مجموعات كبيرة ومجموعات فرعية لتصنيفها، وهذا من خلال معايير أساسية لذلك. إليك المجموعتين، المجموعة ألف والمجموعة ب. المطلوب أولا صنف كائنات المجموعة ألف إلى مجموعتين مبينا المعيار المعتمد. ثانيا، صنف كائنات المجموعة ب إلى مجموعتين مبينا المعيار المعتمد. ثالثا، بين سبب عدم تصنيف الحيوان 1 و2 ضمن نفس النوع. ثالثا، بين سبب تصنيف الحيوان الثاني والحيوان الثالث ضمن صف الثدييات. إذن التمرين يتحدث عن التصنيف بالنسبة للكائنات الحية الحيوانية والنباتية. إذن نمر دون إطالة لمناقشة وحل هذا التمرين. بالنسبة لتصنيف الكائنات الحية، هناك اختلاف كبير بين الأساتذة واختلاف بين المنهاج القديم وما يوجد في الكتاب المدرسي. لذلك أبناء التلاميذ تتبعوا ما كتب لكم أو ما شرح لكم من طرف أساتذتكم. بالنسبة لي أعتمد على تصنيف الكائنات الحية الحيوانية إلى شعبتين، شعبة الفقاريات واللا فقاريات، إذا على أساس وجود أو غياب العمود الفقري. إذا أنا سأقدم لكم التصنيف الذي أعتمده مع تلاميذي. إذا بالنسبة لتصنيف كائنات المجموعة الأولى، يمكننا أن نصنفها إلى مجموعتين على أساس وجود العمود الفقري أو غياب العمود الفقري، فنجد شعبة الفقاريات وشعبة الحيوانات اللافقارية. المعيار الذي اعتمدته هو وجود أو غياب العمود الفقري. أما بالنسبة لكائنات المجموعة الثانية أو المجموعة ب، وهي المتمثلة في النباتات، فيمكن أن نقسمها إلى مجموعتين، مجموعة النباتات الزهرية ومجموعة النباتات اللازهرية. المعيار الذي اعتمدته هنا في التصنيف هو وجود أو غياب الأزهار. والآن نكمل الشطر الثاني من هذا التمرين. نأتي لتوضيح سبب عدم تصنيف الحيوان الأول المتمثل في الحمار مع الحيوان الثاني المتمثل في الحصان ضمن مجموعة واحدة أو ضمن نفس النوع. السبب هو عدم إنتاجهما لأفراد خصبة، فتزاوج الحصان وأنثى الحمار ينتج عنه بغل، وتزاوج بين أنثى الحصان والحمار ينتج عنه نغل، وكلاهما فردان عقيمان، وبالتالي لا يتوفر معيار النوع. المعياران هما المعيار الأول هو معيار التشابه، والمعيار الثاني هو معيار التلاقح. إذا لا يمكننا أن نصنف الحصان والحمار ضمن نفس النوع، لأنه يتوفر فيهما شرط التشابه، بينما يغيب عنهما شرط التلاقح وإنتاج أفراد خصبة جنسيا. آخر سؤال معنا، لماذا تم تصنيف الحصان والخفاش ضمن صف الثدييات؟ لأنه ببساطة كل من الحصان والخفاش يتميزان بخصائص هذا الصف، حيث أن كلاهما يرضع صغاره، وكلاهما ولود، ودرجة حرارته ثابتة. إذن هذه أهم مميزات صف الثدييات. والآن نمر مباشرة للتمرين الثاني. يمكن لنبات البطاطا التكاثر بطريقتين مختلفتين، كما هو موضح في الوثيقة الثالثة أو الوثيقة الأولى والوثيقة الثانية. المطلوب ما نوع التكاثر الموضح في كل وثيقة. ثانيا، ما هي العناصر التي تسمح للنبات بغزو الوسط في كل نوع. ثالثا، حدد الملاحظات التي تبين أن زهرة البطاطا ثنائية الجنس. رابعا، ما هي الطريقة التي يستعملها الإنسان لإنتاج مادة البطاطا؟ نمر دون إطالة لمناقشة وحل التمرين الثاني. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول.
نوع التكاثر في الوثيقة الأولى هو تكاثر خضري أو تكاثر لا جنسي، بينما نوع التكاثر في الوثيقة الثانية هو تكاثر جنسي. العناصر التي تسمح بغزو الوسط في الوثيقة الأولى هي الدرنات، بينما العناصر التي تسمح بغزو الوسط في الوثيقة الثانية هي عن طريق البذور. نأتي الآن للملاحظات التي تثبت بأن زهرة البطاطا ثنائية الجنس. إذا عند ملاحظتنا الجيدة للوثيقة الثانية نلاحظ بأن زهرة البطاطا تحتوي على الأسدية والتي تمثل العناصر الذكرية أو المناسل الذكرية، وتحتوي أيضا على المدقة التي تحتوي التي تنتهي بالمبيض الذي يحتوي على البويضات. إذا فالمدقة تمثل المناسل الأنثوية. إذا ما يثبت بأن زهرة البطاطا ثنائية الجنس هي احتواؤها على مدقة تمثل المناسل الأنثوية وعلى أسدية تمثل المناسل الذكرية بالزهرة. نأتي الآن للطريقة التي يستعملها الإنسان لإنتاج البطاطا. إذا أسهل طريقة هي عن طريق الدرنات، أي باستعمال التكاثر الخضري أو التكاثر اللاجنسي. الآن نمر مباشرة للوضعية الإدماجية. إذا خلال زيارة استكشافية قام بها بعض السواح لمدينة حاسي مسعود بصحراء الجزائر، وجدوا عن طريق الصدفة عددا من العينات لكائنات حية متنوعة ومتحجرة تشبه تماما كائنات تعيش حاليا في البحر الأبيض المتوسط، مما أثار نقاشا علميا حول جغرافيا القديمة لتلك المنطقة. التعليمات: اعتمادا على ما درسته والسندات المقدمة لك، أولا كيف تسمى هذه العينات؟ قدم تعريفا علميا لها. ثانيا، في نظرك ما هو تفسيرك لتواجد هذه الكائنات الحية بصحراء الجزائر؟ أخيرا اذكر أهمية دراسة مثل هذه العينات بالنسبة للإنسان. إذا نمر مباشرة لمناقشة وحل الوضعية الإدماجية. إذا هذه العينات نسميها بالمستحثات. إذا من خلال السياق والسندات الأول والثاني ومكتسبات القبلية، فهذه العينات تدعى بالمستحثات. تعريفها: المستحاثة هي بقايا كائنات حية حيوانية ونباتية مفقودة محفوظة في طبقات الصخور الرسوبية، وتشكلت في الوقت نفسه مع هذه الصخور. نأتي الآن لتفسير وجود هذه الكائنات بصحراء الجزائر. إذا من خلال السياق والسندات الأول والثاني ومكتسبات القبلية، فإن وجود هذه العينات بصحراء الجزائر والتي تشبه الكائنات الحية التي تعيش حاليا في البحر الأبيض المتوسط تثبت وتؤكد بأن صحراء الجزائر كانت عبارة عن بحر منذ ملايين السنين. نأتي الآن لآخر تعليم معنا، أهمية دراسة مثل هذه العينات. إذا من خلال السياق والسندات الأول والثاني ومكتسبات القبلية، فإن دراسة هذه المستحثات أولا تعطينا تصورا عن الوسط الذي كان سائدا آنذاك، وثانيا التعرف على الحيوانات المنقرضة والتي عاشت في ذلك الوسط منذ ملايين السنين. وصلنا لنهاية الفيديو، أرجو من الله تعالى أن تستفيدوا أبناء التلاميذ من هذه التمارين، وأعتذر على رداءة الصوت. لمزيد من الاستفسارات اتركوا لي تعليقات وسأجيبكم بإذن الله.